الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن، انطلاقة أشواط هذا الصباح الخاصة بسن الثنايا. ينطلق شوطنا الثامن الخاص بالثنايا القعدان، 8 كيلومترات هي المسافة نسير مع هذه الأسماء المميزة والشعرات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء، يحمل لنا هذه الشعرات الكبيرة الحاضرة في صباح هذا اليوم. مشاهدينا متابعين الكرام، نسير مع هذه الأسماء المميزة مباشرة مع صدارة الشوط، مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة. هنا حملول يتواجد بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، من يتابع في عملية التضمير مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني. يتواجد هنا شامان بشعار هجن الشحانية، يضمر البرنس جار الله بن عقيل يقدم شامان مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعين الكرام، بينما المركز الثالث من يتواجد أيضا وينطلق في هذا المسار هنا بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب، محمد بن خالد العطية يقدم الصداوي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما رد خول في هذه اللحظات من شعار هجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن قريع يقدم لنا مهول اللي غير إلى ثالث الأسماء في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعين الأعزاء، بينما نتابع المركز الرابع اللي تدخل هنا جميل بشعار هجن الشحانية بقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. يتواجد هناك الصداوي بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب، محمد بن خالد العطية يقدم لنا انطلاقة الصداوي مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء ويحمل لنا هذه التحديات المميزة والكبيرة بحضور هذه الأسماء المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. النداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. مشاهدينا متابعين الكرام، أذعناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية والتحديات المميزة الحاضرة في مسار هذا الشوط. يا سلام، العودة هناك إلى البداية، إلى الصدارة. شامان من يقود الأسماء، يقود التحديات الأولى بشعار هجن الشحانية، يضمر البرنس جار الله بن عقيل يقدم لنا تحديات شامان مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما النقلة والدور مع المركز الثاني، من يتواجد مع ثاني التحديات هنا حملول بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، من يتابع في عملية التضمير مع المركز الثاني. بينما ثالث الأسماء التواجد والحضور المميز هنا من جميل القادم على مستوى المركز الثالث، يتقدم جميل بشعار هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع المري يقدم جميل، يقدم لنا تحديات جميل مع المركز الثالث. المركز الرابع مهول لهجن الشحانية، أيضا يضمره هنا فاران بن محمد بن قريع المري مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس الأسماء التواجد من الفائز، من يتواجد هنا الفائز بشعار هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بفاران، يقدم لنا الفائز القادم والمنطلق على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هنا بحضور هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة، شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذه الانطلاقات المميزة، انطلاقات سن الثنايا، دائما يكون هنا الحضور المميز من خلال تواجد سن الكبار. يا سلام، العودة هناك إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. شامان مع البداية
هو من يتربع على عرش الصدارة، من يقود الأسماء هنا بشعار هجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا تحديات شامان مع المركز الأول مع الصدارة، بينما هملول من يتواجد مع المركز الثاني ينطلق بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني. خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك من يتابع في عملية التضمير، بينما المركز الثالث الفائز المنطلق مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية الشبل في عملية التضمير. جابر بن سالم بفاران يقدم لنا الفائز اللي غير بدوره إلى المركز الثاني ثالث المراكز أو رابع المراكز. التواجد من مهول لهجن الشحانية يضم رفاران بن محمد بن قريع المري الصامل، هنا أيضا يدفع لنا باسمين مميزين هنا مع الثالث والرابع في هذه اللحظات مع مهول وأيضا جميل بشعار هجن الشحانية بمتابعة فاران بن قريع مع المركز الثالث والرابع. هكذا هي الأسماء، ولكن أرى الدخول من شعار هجن الشحانية يتواجد الصداوي، بدأ يعود الصداوي إلى دائرة النداء والإذاعة بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب الذي يقدم لنا هذه التحديات المميزة. والكبير محمد بن خالد العطية يقدم الصداوي في هذا المسار المميز والكبير. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات المنطلقة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة الحاضرة هنا في هذا الانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة هناك إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية. هنا من يقود الأسماء شامان، شامان من غير مباشرة إلى الصدارة ليكون هو القائد، يا سلام، ليكون هو القائد لهذه التحديات المميزة والكبيرة بشعار هجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل. يقدم تحديات شامان، يقدم انطلاقة شامان مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني يتواجد مهول بشعار هجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد الفائز بشعار هجن الشحانية يضمر الشبل جابر بن سالم بفاران. ولكن شوف التسلل من ميمنة الميدان، تدخل الصداوي بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب. محمد بن خالد العطية يقدم الصداوي مع المركز الثالث المركز الرابع هنا الفائز، والمركز الخامس القادم في هذا المسار ارصد الوصول قادم بشعار هجن الشحانية برنس المضمرين. يقدم لنا أيضا أحد الأسماء المميزة في هذا الانطلاق اللي مغطي عليه جميل في هذا المسار. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا الحضور المميز والتواجد الرائع من لوسيل القادم، يا سلام، لوسيل، لوسيل من انضم إلى الخماسية المميزة. لوسيل هنا مشاهدينا الكرام من تدخل لدائرة النداء والإذاعة، خماسية مميزة، خماسية عنابية جميلة هنا مع المركز الأول مع الصدارة، يا سلام. ولكن شامان، شامان هو القائد بهذه التحديات لهجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل. يقدم شامان مع صدارة هذا الشوط، يا سلام، بينما الفائز من المركز مع المركز الثاني يتواجد بشعار هجن الشحانية يضمر الشبل جابر بن سالم بفاران، بينما هنا لوسيل، لوسيل من يتسلل من مركز إلى مركز في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقة جميلة بشعار هجن الشحانية يضمر البرنس جابر. المركز الرابع، المركز الرابع قادم جميل، من يتواجد على مستوى المركز الرابع بشعار هجن الشحانية يضمن فاران بن محمد بن قريع المري مع المركز الرابع. المركز الخامس مهول لهجن الشحانية يضمن أيضا فاران بن محمد بن قريع، يقدم لنا مهول. هكذا هي الخماسية المميزة، ولكن يا سلام، لوسيل،
لو سيل هناك من غير بدأ يسير بدأ ينطلق مع البداية بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل يقدم لنا لوسيل بتحدياته المميزة مع صدارة هذا الشوط بينما الفائز مع المركز الثاني لهجن الشحانية يضمر الشبل جابر بن سالم بفاران المركز الثالث شامان لهجن الشحانية يضمر البرنس جار الله بن عقيل المركز الرابع هنا يتواجد مهول بمتابعة أيضا لهجن الشحانية بمتابعة الصامل فاران بن قريع المركز الرابع والخامس يتواجد جميل لهجن الشحانية يضمر فاران بن محمد بن قريع مع المركز الخامس دخل أجواء الكيلو متر الأخير بقيادة هناك لوسيل يا سلام لوسيل مع صدارة الشوط يسيطر تمام السيطرة على مجريات الأمور هنا بحضور مميز وكبير من شعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل من يقدم لنا لوسيل بينما الفائز لهجن الشحانية يأتي مع المركز الثاني في هذه اللحظات يضمر الشبل جابر بن سالم بفاران المركز الثالث تحرك شامان لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل المركز الرابع يتواجد هنا مشاهدين الكرام القادم مهول بشعار هجن الشحانية يضمر فاران بن محمد بن قريع ولكن عودة مع صدارة الشوط مع المركز الأول ثنائية مميزة ولكن الفائز 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 مع الصدارة بشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفاران يقدم الفائز يطير الفائز مع الأجواء الأخيرة والنهاية ما شاء الله يقدم لنا أداء مميز وكبير بشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفاران سلام الفائز سلام سلام هجن الشحانية على هذا الأداء المميز مشكور يا الشبل جابر بن سالم بفاران من يقدم لنا انطلاقة مميزة مع الفائز تهانينا لهجن الشحانية تهانينا للشبل جابر بن سالم بفاران على اختطاف الفائز ناموسي هذا الشوط المركز الثاني المركز الثاني كان الوصول من شامان لهجن الشحانية ضمر البرنس جار الله بن عقيل المركز الثالث المركز الثالث لوسيل لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل المركز الرابع المركز الرابع وصل مهول لهجن الشحانية يضمر فاران بن محمد بن قريع والمركز الخامس المركز الخامس السريع لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير طبعا هذا الشوط ولكن حضر الفائز بحضور الكبار 12 دقيقة 44 ثانية 99 جزء من الثانية هانينا لهجن الشحانية هانينا الشبل جابر بن سالم فاران نقدم الفائز بينما شامان مع المركز الثاني 12 دقيقة 45 ثانية 49 جزء من الثانية تهانينا وناموس لهجن الشحانية تهانينا بأيضا لبرنس جار الله بن عقيل المركز الثالث لوسيل لهجن الشحانية 12 دقيقة 45 ثانية 82 جزء من الثانية تهانينا لهجن الشحانية تهانينا للشبل لبرنس عفوا جار الله بن عقيل تهانينا وناموس للجميع وفي عهد شيخ وفي أطباء